أليكس الأستاذ الدكتور نشوى الهجرسي. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا حبيبتي. دكتور ممكن حضرتك تعرفينا من نفسك؟ أنا الدكتورة نشوى أنسي الهجرسي، أستاذ القلب في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ورئيس مجلس إدارة جمعية قلوب مصر لعلاج غير القادرين، وأستاذ متفرغ بمعهد القلب القومي. شكرا حضرتك. دكتور كنا ممكن عايزين نعرف رأي حضرتك السنة دي في المؤتمر. عن إيه؟ رأي حضرتك في المؤتمر السنة دي. والله المؤتمر هايل يعني، ومنظم جدا ما شاء الله، وما فيهوش الكومبليكيشنز بتاعت كل المؤتمرات، بيبقى في ناس واقفين بيحرموا الدكاترة الصغيرين لو نسي مثلا الباتش لا ما يخشش المحاضرة عشان هما بيتشك، فأنا مش شايفة ده المرة دي، لأن ممكن جدا الدكتور يكون نسيها يتحرم ليه من دخول المحاضرة، يعني المحاضرة الناس هتخشها تعمل ايه يعني. فدي من الحاجات. والدكتور صبحي عامل نظام رائع جدا، بحيث انه هو كرم بعض الناس امبارح عشان في حفلة الافتتاح، عشان ما يكرمش كل الناس مرة واحدة في حفلة الختام عشان بيتأخروا قوي، وبتبدأ الحفلة متأخر قوي، فالناس مش بتقدر تروح بيوتها مش بتقدر تصحى. فهو عمل حاجة حلوة قوي انه كرم بعض الناس في فتحة. دكتور كنا عايزين نعرف ايه السبب الرئيسي لفشل القلب خطرا، الهارت فيلير. لو عرفنا ان القلب بيتكون من 4 غرفات، اذين ايمن واذين ايسر وبطين ايمن وبطين ايسر، كل واحد فيهم لو جاله ديزيز هيحصل هارت فيلير، خصوصا الاذين الايسر. فساعات بنقول هارت فيلير، هارت فيلير يعني كل الهارت از فيلينج، او القلب كله ما بيشتغلش. ساعات القلب بيشتغل كويس جدا، وعضلة القلب بتبقى كويسة جدا، ودي بنعرفها بالإيكو. احنا بنشخص الهارت فيلير بالسيمتومز بالأعراض وبالإيكو. الإيكو في حاجة اسمها الإيجكشن فراكشن، اللي هي قوة ضخ عضلة القلب بير مينيت، يعني دي بتتقاس بالإيكو. إيجكشن فراكشن مفروض النورمال من 55 لـ65، فمن 45 لـ55 لا بوردر لاين، اقل من 40 يبقى هارت فيلير. فساعات كتير جدا الاجكشن فراكشن يبقى 60 و65، وفي فيلير. في فيلير فين بقى؟ في الليفت اتريوم، فبنقول عليه ليفت اتريال فيلير، مش كومبليت هارت فيلير، وده فيري فيري كومن. في دي الصمام الميترالي، دي الصمام الميترالي دوت مرض. طبعا الصمام بيبقى ضيق نتيجة الحمى الروماتيزمية بعد الإصابة بتاعت الطفل بالحمى الروماتيزمية بحوالي 10 12 15 سنة، بيحصل الميترال سينوزيس ده أو الضيق الصمام الميترالي. مشكلة الضيق الصمام الميترالي إن مش كل دكتور يقدر يسمعه، لأن السمع في أريا معينة في الهارت if he missed it he will not diagnose the case. فبيجيله العيان ببالمونري إيديما بهبوط شديد في البطين في الأذين الأيسر، خصوصا للستات الحوامل. الدكتور ما سمعش ان عندها دي في الصمام الميترالي، فماشي عادي جدا معاه لغاية في الترايمستر الثاني او الثالث، تجيله بهارت فيلير رهيب وحقن لازكس وموت، حالة موت. بعد ما تاخد اللازكس وكل حاجة يجيبوا لها دكتور قلب يعرف بقى ان هي كان عندها ضيق صمام مترالي، فيسلكها بالبالونة قبل الولادة ببالونة بسيطة جدا عن طريق الأسطرة. فاحنا هنفرق بين الليفت اتريال فيلير اللي هي فشل الأذين والفشل الجلوبال بتاع الهارت. لو احنا قلنا ان القلب مكون من عضلات، if it fails هيحصل هارت فيلير، مكونة من كاسبس الصمامات، الصمام المترالي والصمام الترايكاسبت اللي هو 3 شرفات والأورتي والبالمونري، إذا في فشل في الصمامات هيحصل هارت فيلير. لكن أهم فشل بيسبب الهارت فيلير هي الكارديوميوباثي، اللي هي التهاب عضلة القلب،
لاي سبب من الاسباب. ده اخطر نوع، ده اكتر واحد اللي هو الكارديوميوبثي. ايه كمان؟ القلب بيتغذى من ايه؟ بالكورونرز، بالشرايين التاجيه. لو حصل فشل في الشرايين التاجيه او ضيق في الشرايين التاجيه او انسداد في الشرايين التاجيه، عضله القلب مش هتروى، فهيحصل هارت فيلير، وبنقول عليه اسكيميك هارت فيلير. يعني هارت فيلير فشل نتيجه الاسكيميا اللي بتحصل اللي فيها قصور في الشريان التاجي. فشوفي كام بقى سبب، وسبب تقريبا كل الامراض اللي بتصيب القلب اتلاس بتؤدي الى الهارت فيلير. وده احنا طبعا بنعرف الهارت فيلير بالاعراض. الاول العيان بيشتكي من نهجان، نهجان زياده يعني مش مثلا لما يطلع، يعني في عيان يقول لك ايه، انا عندي نهجان. تساليه عندك نهجان ازاي؟ اما بطلع رابع دور بيجي لي نهجان. ما اي حد هيطلع رابع دور هيجي له نهجان. انما الست البيت اللي بتقول لك انا كنت بعمل شغل البيت بالمكنسه وبعمل فجاه لقيت ان انا مجهودي قل جدا ومبقتش قادره، دي خدي في بالك انها ممكن تكون ضيق في الصمام المترالي، وهي مش ما اتسمعتش كويس ومش حاسه. بالذات ضيق الصمام المترالي بيجي للستات اكتر من الرجال. طب السبب؟ لا، هما لقوا ان الحمى الروماتيزميه لما بتيجي للستات بتعمل لهم ضيق في الصمام المترالي اكتر ما بتعمل ارتجاع في الصمام المترالي او تعمل اي بالفيلر ديزيز تاني. يعني دي ستاتستكس، يعني اتنين لواحد، يعني كل رجلين في واحدة ست بيبقى عندها المايتروس. فبتشتكي او المريض عادة بيشتكي من نهجان غير مسبوق من اقل مجهود، مش من المجهود الكبير، يعني لا مجهود قليل. الدكتور بيسأله على طول بتنام على كم مخدة، ده اول سؤال لما يقول انا بنهج. ليه بقى انا بقول كده؟ لان انا بنهج دي ممكن يكون قصور في الشريان التاجي عامل نهجان زي وجع الصدر بالظبط. حضرتك عارفه يعني ضيق الشرايين التاجيه بيعمل chest pain. فالديسنيا او النهجان is equivalent to chest pain. فلازم الطبيب يقعد مع العين يعرف يعني ايه نهجان بالظبط. exactly يعني ايه بالظبط؟ هل هو ان هو نفس الهواء مش داخل جوه الصدر وما بينهج، ولا في الم في صدره مخليه يعني واخده بالك، عشان يعرف which is which type is it. الديسنيا ديت انجينا ايكويفالنت، خلاص دخلنا مش في هارت فيلير خالص، دخلنا في قصور في الشريان التاجي. لا هي ديسنيا يعني مش فيش تشست بين ولا اي حاجه، يبقى هارت فيلير. نام على كم مخده دي فيري امبورتنت. يعني لو قال لك انا بنام فلات ما عندوش هارت فيلير. لو قال لك بنام على ثلاث مخدات ولو اتزحلقت وبقيت فلات اقوم بنهجان وافتح الشباك وكده، ده هارت فيلير. ساعات المريض يلاحظ ده، طبعا انا بتكلم على الهارت فيلير او الديسنيا، دي بتبقى في الجزء الشمال من القلب، يعني الليفت اتريوم من الاذين الايسر والبطين الايسر. اما بقى البطين الايمن والاذين الايمن فالهارت فيلير كرونيك يعني مزمن ومش اكيوت زي الليفت. فالعيان بيلاحظ ورم في رجله، وجع بطنه عند الكبد عشان في احتقان في الكبد. كل دي ضمن الاعراض، دي اعراض الهارت فيلر على اليمين. الاعراض اللي على الشمال احنا قلناها الديسنيا من اللي هي الهجان، مش بس كده، ويقول لك بكح دم، بكح دم ساعات. واكتر حاجه بتخلي الواحد يكح دم هي دي الصمام المترالي برضه. فبكح دم وبنهج الشمال، اليمين الورم الرجلين، ويلاقي ان الاورده بارده جدا في رقبته، ما كانتش موجوده. يعني يلاقي اورده وبيليه، يعني مش ارتريس. في فرق بين الشريان والوريد. الشريان بيتحس مش بيتشاف، الوريد بيتشاف يبقى زي الويب، فبيلاقي ده. فده هارت فيلر من ناحيه اليمين. وفي بقى كله، يعني بدا بليفت، بدا بديسنيا
مفسد وانتهى الى كونجستيف كارديك فيلير اللي هي كومبليت هارت فيلير رايت ولا. طبعا يعني حضرتك في ناس كتير جدا جدا ما احناش متوقعين انهم عندهم هارت فيلير بنكتشفهم بالايكو صوتهم، فبنبتدي نسالهم انت بتنهج؟ العيانين في مصر دي ار نوت جود هيستوريان، ما بيدوش هيستوري كويس، لازم الدكتور يستدرجهم. وبعدين يعني احنا عندنا مشكله تانية ان احنا مش دايما بنعمل تشيك ابس، ما بنعملش تشيك اب خالص ده خالص الا لو the main problem يعني. وحتى العيان اللي عنده القلب بننصحه ان كل ست شهور او كل سنه يعمل ايكو ويعمل انفستيجيشنز الليبيد بروفايل والبلاد شوجر والحاجات دي كلها، ما بيعملش. انت اخر مره عملت تحليل يا عم امتى؟ لا من 4-5 سنين كده يعني. وي نيد education education للpopulation الناس العادية. للأسف الشديد ان التلفزيون المصري مركز على حاجات فن بقى وافلام وبتاع، لكن انا عشان تبني شعب هو التعليم والصحة. اكيد طبعا. فالتعليم ده انا مش هتكلم فيه له ناس، لكن الصحة لازم الناس تاخد محاضرات بسيطة جدا عن السيمتوماتولوجي، اعراض الامراض ايه، وامتى تروح للدكتور وامتى ما تروحش للدكتور، واعراض المرض ده ايه وعلاجه ايه. يعني education للي بيبول كلهم صح. عشان يقدروا يفهموا ويروحوا للدكتور الديرلي اسباس. ميرسي جدا دكتور نشوى، ساعدنا جدا بوجود حضرتك معانا النهارده في كارديو اليكس.